اللي شال شيلته النهارده الحقيقه مع ابطاله اللي انت مش هتقدر تقول عليهم ان دول فعلا يعني اساطير الصالات بجد. اللي حصل من تفوق كبير للاعيبه الاهلي في الكره الطايره في البطوله العربيه واحرازهم اللقب الثامن في هذه البطوله. الجوائز، كابتن احمد سعيد فاز بجائزه افضل لاعب في البطوله العربيه، احمد صلاح كمان خد جائزه افضل مركز اثنين في البطوله، ومحمد عادل خد احسن حائط صد. لكن وراء كل الابطال بطل، هو الكابتن محمد مصلح المدير الفني. الزميله مريم سميح كانت هناك مع الكابتن محمد مصلح. نجم مباراة النهارده بالخبره وبالاداء وبالثقه اللي اداها للعيبه وبالدعم المعنوي والنفسي، كل حاجه شفناها من كابتن ميدو مصلحي خلال الفتره اللي فاتت منذ بدء البطوله العربيه، النهارده شفنا اداء كبير، شفناه قد ايه هو على قدر المسؤوليه ان هو يكون سبب في حصول الفريق على البطوله العربيه، لقب البطوله العربيه للمره الثامنه في تاريخه. كابتن ميدو برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، الف مليون مبروك على حظ النادي الاهلي النهارده البطوله العربيه للمره الثامنه في تاريخه. الحمد لله رب العالمين، مجهود كبير جدا عملناه. عايز اقول لك ان كده النادي الاهلي بقى الاول في كل البطولات، البطوله العربيه بقى هو الاول، بطوله افريقيه طبعا هو الاول، دوري كاس الحمد لله رب العالمين. النادي الاهلي دايما الاول الحمد لله. اديكي سامع الجمهور بيقول لسه ثلاثه، ومش عايز برضو وانا بستلم الميداليه بقول للكابتن محمود مبروك، قال لي بص اللي بعد كده، يعني اول كلمه قالها لي بص اللي بعد كده. وطبعا ده هو قدر اي حد يشتغل في النادي الاهلي، بيشتغل تحت ضغط، بيشتغل عارف وراه جمهور عظيم جدا، اذا نخ ولا حاجه لازم هيلاقي نقد شديد جدا عليه، وانا متقبل دوت. والحمد لله قدرنا نفرحهم بالسوبر والنهارده بالبطوله العربيه باداء ولا اروع في خلال البطوله كلها، 7 ماتشات هايلين جدا من الشباب. اشركت كل اللعيبه تقريبا في البطوله، حملت على كل اللعيبه، والشباب عملوا النهارده ماتش هايل بدعم الجمهور ومجلس الاداره. الماتش انتوا شفتوه سهل، لكن الحمد لله رب العالمين ده بمجهود وبتركيز جامد جدا. كابتن ميدو وعدتوا واوفيتوا وعدتوا الجمهور ان كنتوا تعوضوا سيزون فات، والحقيقه ان انتوا بادئين بدايه مبشره جدا في كل المباريات حتى في مباريات الدوري، شفناكم بتلعبوا بره ارضكم وبرده يعني بتقدروا ان انتوا تفوزوا بره ارضكم. الوعد لسه مكمل واكيد عليكم مسؤوليه كبيره، النهارده اللقب اكيد يعني يمكن زود المسؤوليه دي، تحضيراتكم للفتره الجايه كابتن ميدو؟ زي ما قلت لك الكابتن اول ما بستلم الميداليه لسه يعني بيقول لي فكر في اللي بعد كده. طبعا الحمد لله كجهاز وكاداره احنا مخططين لخمس بطولات من اول شهر 7. زي ما قلت لك احنا النهارده شهر 2 لاعبين 14 ماتش ورا بعض، ده دليل ان الحمد لله الفرقه واقفه على رجليها بدنيا وفنيا ونفسيا وكل حاجه. مستعدين لبعد كده ان شاء الله للدوري، عندنا يوم 10 ماتشين طيران البلاي اوف في الدوري ان شاء الله، برضو مستعدين كويس ان شاء الله. هناخد يومين اجازه بس نشم نفسنا فيهم، وبعدين هنخش يمكن صبح وبعد الظهر يومين، وبعدين نخش معسكر قبل الماتشين بيوم، وبعدين ان شاء الله نخوض البطوله. وان شاء الله بنوعد الجمهور ان احنا نبذل اقصى جهد لينا عشان نستعيد الدوري والكاس بقى ان شاء الله. دي المرحله الجايه، لسه افريقيا شويه في شهر 5، تفكيري دلوقتي كله ان شاء الله في الدوري والكاس باذن الله. كابتن ميدو يمكن ناس كتيره اتكلمت عن الدعم النفسي اللي انت بتقدمه للعيبه الماسترز، طبعا اكيد كان في فرق او يمكن فرق مع اللعيبه ان البطوله العربيه بتلعب على استاد القاهره وعلى ارض مصر، ولكن عايزين نتكلم على اهم النقاط النفسيه اللي ركزت عليها النهارده او امبارح قبل المباراه النهائيه. لا انا ركزت جدا النهارده في المحاضره اللي قبل الماتش، قلت لهم ان النادي الاهلي اسمه كبير جدا في المنطقه العربيه، فرقه النادي الاهلي بتضم اسماء كبيره جدا، الناس كلها بتعمل خاطر ليكم، بس ما انتوش كبير على الخساره، يعني ما فيش حد كبير على الخساره ابدا، لازم تلعبوا بحماس وشراسه جامده جدا، وهو ده اللي شفناه النهارده. الحمد لله الاولاد لعبوا باسم النادي الاهلي واسمائهم وجمهورهم ومجلس ادارتهم بتركيز عالي جدا، وعشان الماتش عشان كده الماتش طلع كده الحمد لله. تعليقك على يمكن حصول النادي الاهلي على يعني نصيب الاسد في الجوائز، افضل لاعب في البطوله كلها كابتن احمد سعيد، افضل لاعب مركز 2، افضل لاعب مركز 3، تقول ايه عن حظ الجوائز دي كمان؟ والله المفروض كان عبد الله كمان ياخد جايزه، انا شايف ان هو ادى بطوله عاليه جدا، حسام ادى بطوله عاليه جدا والله، لكن برضو بيبقى فيها شويه مجاملات كده، لكن طبعا سعيد يستحق وعادل يستحق واحمد صلاح طبعا العجوز الرائع احمد صلاح اللي يعني الفرقه النادي الاهلي
انا بحييه جدا جدا على المستوى الرائع اللي بيقدمه، وهو وعبد الله وحسام والناس دي كلها اللي الخبره العاليه جدا. بحيي الشباب الحسيني وعزب وعصران، الناس دي عملت اللي عليها وزياده، والحمد لله انا فرحان جدا ليهم وهم فرحانين جدا ان احنا قدرنا نسعد الحمد لله جمهور ومجلس اداره الحمد لله. شوف انا محمد مصلحي انا عايز اصالحه لاني زعلت منه السنه اللي فاتت. كان بيلعب قبل ماتش الزمالك مع الاتحاد السكندري، وانا يعني شفت انه لعب قدام الاتحاد السكندري واستهلك عبد الله واحمد صلاح، وتاني يوم عنده الماتش الفاينل، وكنت شايف ان ده كان في رايي انا انه بكره مش هيقدروا يلعبوا والزمالك كسبنا. ضاع مننا البطولتين، لان كمان الزمالك سمحوا له يدعم بثلاث لعيبه اللي هي نص الفرقه، رضا هيكل والاثنين الاجانب كانوا مستويات كويسه، واحنا ما لحقناش، احنا بسرعه جبنا لعيب برازيلي ما استفدناش منه حاجه. لما جت بقى السنه دي قلقت، راح جاب واحد معد جارسيا كولومبي، ياندر جارسيا، وواحد ايطالي لويجي 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 راندوزو. قعدت اتفرج انا، هو ايه يا كابتن في الاول ان اشوف لويجي ده بيعمل حاجه، فابتديت اسال بقى انا مزعج شويه، ايه يعني احنا مش عارفين ننقي محترف؟ قالوا لي لا ده الكابتن مصلحي بيقول الاثنين دول بس ياخدوا فرصهم واستنوا وشوفوا هيعملوا ايه مع الفرقه. صحيح ادي العيش لخبازه، احنا نفتي زي ما احنا عايزين واحنا قاعدين بره. يعني انا لو انا على البدايات كان الاثنين دول ما يعجبونيش وكان لازم يتغيروا. لكن المستوى الرائع من اول ماتش السوبر وانت جاي بقى، بالذات الكولومبي الراجل اللي بيستقبل ده، والكرة الأولانية اللي هي مفتاح كل اللعب، ده راجل إعجازي مذهل. يعني أتمنى يبقى أطول فترة، لأن الضريبة عندك ضريبة وتقدر تعوضه. لويجي كمان قدم مستويات هايلة هايلة في الماتشات الحاسمة. فأنا بقول له يا مصلحي، طبعا المفروض ان انا كمان بلاش الغرور بتاعي ده، ان انا عامل نفسي بفهم قوي. لا طبعا انت مدرب بخبراتك. احمد سعيد فجاه رجع، احمد سعيد قدم في البدايه مستوى تعبان قوي، لكن تقدم 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 عادل. وانا صدمت لما عيب وتعور، لكن عادل ابو سعود محسن الثلاثه في السنتر بلوك كانوا اكثر من روعه. احلى بطوله شفتها لعبد الله ولاحمد صلاح فعلا على رايه. كمان انا كنت شايف ان في احسن استقبال كان ممكن جارسيا ياخد جايزه، يعمل ايه عشان ياخد افضل استقبال في البطوله؟ يعمل ايه اكتر من اللي عمله؟